الذهني. تقول لكم اخوتي راه ما كاينش حاجه من هذا الشيء. انشان انشان كاش من انشان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة وعافية جيدة ان شاء الله. هذا الفيديو خصيص للناس اللي ما عندهمش الاوراق وتخافوا انهم يمشوا للسبيطار. تنبغي نقول لكم ما تخافوش تمشوا للسبيطار، لانه حنا في ايطاليا حتى اللي ما عندوش الاوراق راه عنده الحق في التطبيب وعنده الحق في العلاج وعنده الحق في التحاليل الطبية ولو انه ما عندوش الاوراق. انسان يمشي للسبيطار او يمشي للامبراطوري سانيتاري اللي قريب في المدينه اللي حدا فيها، ماشي بالضروره يعني انك تجي بالاوراق ديالك، تعطي الجينيراسيون ديالك، تعطي جميع المعلومات اللي عليك، الاسم، المسائل، يعني واخا ما يكونش عندك يعني حتى ورقه ما كاين حتى شي مشكل. كاينه واحد المساله اللي سميتها SSCN. هاد المؤسسه هذه هما اللي تخلصوا لك يعني جميع الفيزيتات، جميع الاحتياجات، الدواء كذلك، جميع ما يخص يعني الصحه ديالك. بالنسبه للنساء الحاملات تاعي ما عندهمش اوراق، يعني راه خلال مده الحمل كامله تتلقاو العلاج، وكذلك شهر من بعد الولاده ديالهم منحهم بيرميس سيجور مؤقت لغايه ما يعني تسوى الوضعيه ديالهم. نبغي نقول لكم واحد القضيه، انه هذه المساله هذه تتسمى تتعطاك واحد الكود اللي سميتو STTP، يعني سترانييرو تيمبورانيامينتي بريزينتي، حاضر يعني في ايطاليا. المهم ما تخافوا من حتى شي واحد، مشيو صايبوا هذه الورقه ديال STTP، صايبوها واحد كود يشري لواحد كود يشري تيتعطى للسيرفيسيو السانيتاري بوبليكون SSCN، هو اللي تيخلص على الانسان من بعد يعني جميع المصاريف ديال العلاج ديالو. وفي السبيطار راه ما يمكنش انهم يعني يعيطوا على السلطات باش الانسان يتعالج، يعيطوا لك على السلطات ويعيطوا على البوليس، الا في حالات الله يستر لهذاك الانسان ولا ذاك سترانييرو يعني كان شي حاجه خصومه مثلا مع شي ايطالي ولا شي حاجه، ولا كان مدابز وعرفوا بانه مدابز ومع شي ايطالي في البلاد تمايا. في هذه الحالات هذه ممكن انهم البوليس يدخلوا. اما الانسان مشى باش يتعالج باش يدير شي تحاليل مريض راه ما كاين حتى شي مشكل. المهم نتمنى ان الحلقه هذه تكون فيها افاده. تصايبوا SSCN سيرفيسيو سانيتاريو بوبليكو، هو اللي مكلف بهذه المساله هذه. غتمشوا للامبراطوري اللي كاين في المدينه اللي فيها نتوما وغادي تمشوا تقول لهم بغينا نصايبوا SSCN يعني سترانييرو تيمبورانيامينتي بريزينتي، يعني حاضر كاين هنا في ايطاليا. وايطاليا من بين الدول الاوروبيه يعني الوحيده اللي تقدم هذه الخدمات يعني بهذا الشكل هذا. انا راه ساليت اوروبا كلها بصراحه ماشي لانني عايش في ايطاليا، ولكن بصراحه السانيتار اللي كاين هنا في ايطاليا اظن انها هي الميوري تقريبا اللي كاينه، سيرتو في هذه الحالات الخاصه بسترانيري، احسن يعني سانيتاريا واحسن سانيتار كاينه في اوروبا. نتمنى نتلاقى معكم في حلقه اخرى ان شاء الله يستفد منها الجميع. ما تنساوش تنشروا الفيديو على سانيتار باش يوصل للجميع، ونتلاقى معكم في حلقه اخرى ان شاء الله. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.